مزيد من التفاصيل حول ما يحدث في ساحة رياض الصلح تنضم إلينا كلودي أبي حنة. كلودي، انقلي لنا آخر صورة لديك. نعم، إذن نعم كلودي. نعم، إذن الكر والفر مستمر، وتمكن المحتجون قبل قليل من إزالة الجزء الثاني من الحاجز الحديدي الفاصل بين رياض الصلح والسراي الحكومي، بعدما كانوا قد أزالوا جزءا أول، ويبقى جزءان من هذا السياج الحديدي الفاصل، وهم مصرون على إزالة كل السياج الحديدي ليدخلوا إلى حرم السراي الحكومي. يفصل بينهم إذا ما تمكنوا من إزالة هذا السياج دعائم من البيتون والقوى الأمنية، وبعد ذلك يدخلون إلى حرم السراي إذا ما يعني سمحت لهم القوى الأمنية. القوى الأمنية قبل بضع دقائق من الآن أصدرت بيانا دعت فيه المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد من ساحة رياض الصلح، وقالت إن أحداث الشغب قد بدأت، وندعو المتظاهرين السلميين إلى مغادرة ساحة رياض الصلح. هذا الأمر ماذا يعني؟ يعني أنه بعد استخدام خراطيم المياه سوف تعمد القوى الأمنية إلى استخدام سلاح أمضى، وهو الأرجح أن يكون القنابل المسيلة للدموع التي لم تستخدمها القوى الأمنية حتى الساعة. يقول لي الناشطون هنا في ساحة رياض الصلح إن المحتجين مصرون على الدخول إلى السراي بعدما اتخذ رئيس الحكومة حسان دياب قراره بالإقامة الدائمة في هذا السراي. طيب، ما الدلالة؟ مصرون على الدخول إلى هذا السراي. ما الدلالة من الإصرار بالدخول إلى هذا السراي والمرور وكسر هذه الحواجز، حواجز البيتون كما ذكرت، أو حواجز الكونكريتية وهذه الأسلاك الشائكة، والتعرض لكل هذه المياه وربما تكون عادمة؟ ألا يستطيع هؤلاء الاعتصام بهدوء والمطالبة والتعبير عن اعتراضهم عن هذه الحكومة بدل استعمال القوة والعنف التي تعود عليهم بالسلب وتبعدهم عن نيل ما ابتغاهم؟ هم يطلقون الآن المفرقعات النارية إذا ما كان الصوت يصل إليكم. يصل وفي الواقع هذا هو السؤال المطروح يعني بقوة هنا. عندما نتحدث إلى المجموعات المنظمة مثلا اليوم لهذه المسيرة المركزية في بيروت، هم يؤكدون أن التظاهر سلمي. تحدثت إلى مجموعة أتت من مدينة طرابلس شمال لبنان، قالوا إنهم خضعوا للتفتيش على حواجز قوى الأمن الداخلي، على حواجز الجيش اللبناني، وتم تفتيشهم وتبين أنهم لا يحملون معهم مفرقعات، وأنهم يريدون أن يظهروا للملأ أنهم سلميون. الآن ماذا يحصل ولماذا يحصل هذا؟ يقول الجميع أنهم سلميون، ثم نرى أن التظاهرة ليست سلمية، يرشقون القوى الأمنية بالحجارة وبالمفرقعات، ويحاولون اجتياز الأسلاك الحديدية والحواجز الموضوعة لتشديد الإجراءات الأمنية. البعض يقول أن هذه المجموعة التي تفتعل الشغب هنا هي من البقاع اللبناني وليست من طرابلس، إذن هناك تنقل بين هذه المجموعات. مراقبون يقولون إن ثمة من يريد إغراق الانتفاضة بالعنف، وهذا الأمر مع مرور الوقت سوف يقضي على هذه الانتفاضة ويفقدها الصورة السلمية الحضارية التي وصلت إلى كل العالم، بأن اللبنانيين نزلوا إلى الشارع ويحتجون بهذه الطريقة السلمية، ويعني أجبروا السلطة على الأخذ بقراراتهم والتراجع خطوات إلى الوراء عما كانت تنوي السلطة القيامة به. ولكن إذا ما ظلت هذه الأجواء العنفية سوف يتغير وجه الانتفاضة. في الأيام الأولى للانتفاضة، في الأسبوعين الأولين، كانت العائلات تنزل إلى الشوارع، العائلات تتظاهر والعائلات تحتج. رأينا النساء والأطفال والكبار السن والشباب كلهم يتجمعون في الشوارع، نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع، وهنا رياض الصلح، ساحة الشهداء، ساحة النجمة، كلها كانت تعج بالعائلات اللبنانية والمتظاهرين. الآن رويدا يتغير وجه الانتفاضة والثورة في لبنان، خصوصا عندما يكون هناك إصرار على العنف. من سينزل إلى الشارع إلا من يريد أن يشارك في أعمال العنف؟ وعدد من الشبان، ربما هناك الكثيرون الذين لا يزالون متحمسين ومؤمنين بأهداف الثورة ومؤمنين بالتغيير، ولكن إذا ما استمرت أعمال العنف
الكثيرون سوف ينكفئون عن النزول إلى الشارع، وهذا لن يكون لمصلحة الانتفاضة ولمصلحة الثورة التغييرية الحقيقية في لبنان. هناك من يقول إن الثورة لا تنجح من دون عنف، ولكن أي نوع من العنف؟ أعمال الشغب، أما يعني هذه الأعمال تؤدي إلى التراجع، تراجع الثورة إلى الوراء. وسمعنا الكثيرين من الناشطين والقياديين في الثورة ينتقدون أعمال الشغب وبأنها لا تؤدي إلى نتيجة. أما يعني لماذا يحصل هذا؟ تفسيرات متعددة بأن ذلك لا يصب في مصلحة الثورة، علما أن كثيرين يقولون أن صم السلطة آذانها عن المطالب الحقيقية يؤدي تلقائيا إلى أعمال العنف هذه. تفسيرات متناقضة، إنما على الأرض نرى فعليا أن وجه الثورة بدأ يتغير، ويتغير كلما تكررت أعمال العنف. طيب القائمون أو المنظمون لهذه الاحتجاجات منذ أكثر من 3 أشهر ألا يتعاملون مع هؤلاء الذين يقومون بأعمال العنف التي الذين ذكرت أنهم أتون من البقاع؟ يعني هل ربما يمثلون أي حزب؟ يعني مدفوعون من أي جهة ربما لا يكون من مصلحتها أن ينتهي المشهد العنيف وأن تخسر هذه الانتفاضة ما قامت عليه؟ هم يعني نعلم نحن بأن الانتفاضة في لبنان، الثورة في لبنان أتت من مجموعات متعددة وكثيرة ومنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، وليس من قيادة لهذه المجموعات. صحيح. هم ينسقون مع بعضهم البعض. اليوم رأينا هذا التنسيق بهذه المسيرات المتعددة التي انطلقت من مناطق مختلفة وتجمعت هنا، ولكن هل يستطيعون التأثير على هذه المجموعات التي تندس بينهم والتي تأتي بينهم تحت شعار أنهم يريدون المشاركة في الاحتجاجات؟ لا يستطيعون السيطرة عليها. ثمة من يهمس بأن هؤلاء هم يعني ينتمون إلى أحزاب السلطة، هؤلاء ينتمون إلى جهات معينة حزبية ممولة من جهات خارجية. ثمة من يقول إن هناك تنافساً على الأرض بين أحزاب السلطة على خلفيات إقليمية وعلى خلفية انتماءات إقليمية متناقضة، ويريدون توجيه رسائل لبعضهم البعض. يعني الشارع في هذه الحالة يعني اليوم الأول بعد 100 مفتوح على كل من يريد أن ينزل ويعني يقوم به بما يريد أن يقوم به وينفذ الأجندة التي يريدها في هذا الشارع. وهذا الأمر يطرح مخاطر كثيرة، لأنه إذا ما تكرر هذا الأمر وطال هذا الأمر فهذا يعني أن الساحة اللبنانية مفتوحة على الأكثر خطراً، مفتوحة على استخدام أسلحة، مفتوحة على وضع الناس بوجه بعضهم البعض. يعني بات الجميع أسرى هذه الحوادث الشغب التي تتكرر، القوى الأمنية أسيرة هذه الحوادث، المتظاهرون السلميون أسرى أيضا هذه المجموعات التي يتم استخدامها، ويقول البعض إنهم يدفعون لهؤلاء الشباب الذين يعني لا يتعدون 20-25 سنة من العمر، يقبضون أموالا بسيطة جدا لكي يأتوا ويشاركوا هنا. وطبعا نحن الإعلاميين أيضا أسرى هذه الحوادث، إذا ما تكررت فإن الأمر ينبئ بحصول الأخطر والأكثر عنفا.